مدينة شروق مدينة من مدن الجيل الثالث، تم إنشائها في سنة 95 على مساحة وقدرها تقريبا 10500 فدان. المدينة بتتكون من 13 حي سكني وتسع مناطق عمارات، بالإضافة إلى مناطق إسكان متنوع في حدود 37,000 وحدة قامت الدولة بإنشاء على مستوى الفترة اللي فاتت. في إطار استعدادنا لموجة الطقس السيء اللي أعلن عنها هيئة الأرصاد، كان اشتغلنا على ثلاث محاور رئيسية في مدينة الشروق. أول محور نحن نطمئن على محطاتنا ونعمل رفع الكفاءة الخاص بها. بالنسبة للمحطات بتاعتنا كلها احنا عندنا الرفع ثلاثة، الحمد لله ربنا وفقنا، وحاليا بنعمل أعمال رفع كفاءة له وبنغير الطرمبات بتاعته لضعف تقريبا، بالإضافة إن احنا بنعمل خط طرد جديد لتأمينه في قطر 1200 بطول 8 كيلو. محطة المعالجة الرئيسية الحمد لله تم تأمينها بالديازل بتاعتها والمضخات ومصادر الكهرباء. ده على مستوى المحطات. على مستوى الشبكات احنا عندنا تقريبا في المدينة في حدود 2200 بلاعة صرف مطر. السنة دي استعدادا للموسم الشتاء زودنا عليهم 250 تقريبا، وصلنا في حدود 2500 بلاعة. على مستوى المعدات كان لازم نتأكد ان معداتنا حاضرة مستقرة وفي حالة فنية جيدة. تم التأكيد على وجود الشفاطات الخاصة بينا بعد 6 شفاط تقريبا، وان عدد 2 نافوري وعدد 2 كباش، بالإضافة إلى العمال والسباكين الموجودين عندنا في حدود 150 عامل من شركات الصيانة الموجودة عندنا. عندنا شركات الصيانة 6 شركات صيانة قائمة بأعمال صيانة الشبكات. تم التأكد من جاهزية الشبكات كلها عندها وجهاز قيامها بتطهير البلعات وتطهير المطابق الخاصة بها وجهازيات لأي طارئ يحصل في المدينة إن شاء الله. طيب باشمهندس عبد الرؤوف، هو يعني خلينا نقول كده كميه الامطار اللي نزلت في مدينه الشروق حجمها كان قد ايه تقريبا؟ والله وكما اعلنت الارصاد هو تقريبا اللي نزل على المنطقه على مدينه الشروق في حدود ال 22 مللي، تمام كده، وده كميه كبيره وبتوفيق من توفيق من الله سبحانه وتعالى احنا قدرنا نستوعبها وعملنا خطه استيعاب ليها، بحيث ان ان شاء المواطن ما حسش ان في مشكله في شوارعه او تجمعات امطار هتعاملنا معاها فورا. بالاضافه ان احنا بعد انتهاء الموجة الطقس السيء عملنا خطه لاستيعاب الطين والمخلفات الناتجه عن الامطار الموجوده، بحيث الشوارع ترجع تاني لرونقها ولاصحابها من جديد. طب الاستعداد من حضراتكم باشمهندس عبد الرؤوف لموسم الامطار يعني في الخطه العاديه ان احنا كل شهر بنعمل اعمال صيانه ومتابعه للمطابق اللي عندنا والبلعات، تمام، وفي الخطه الطارئه اللي هي بمجرد اختارنا بهيئه الارصاد ان في موجه طقس سيئه هتيجي المدينه، كان لازم نتاكد ان المعدات بتاعتنا حاضره سليمه، معداتنا الطرمبات السحب سليمه، البدلات بتاعتنا سليمه، العماله موجوده، ان لما يحصل مشكله عندي خطه ازاي هواجهها، ايه الخطوات اللي هاخدها خطوه خطوه بحيث ان استوعب اللي هيحصل معايا.